الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين كبرى تحواتين حتين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحستون أي الأصول الثلاثة أبتي مراتب ناي دين نقلت علينا تا زحالفت شهادة أن لا إله إلا الله ناتا معنا مدماني لا معبودة بحق إلا الله بحق إزم الله الله سبحانه وتعالى مخانو نزي نبلو كل جزية لا معبودة بحق إلا الله تبل مرتعو كاب كتاب كاب قرآن الكريم كمون كاب سنة النبي صلى الله عليه وسلم كم زلوين قلتنا نيرنا مالتو مسأ كل جزية تقارنا تخيد كاب أزيت في اللي مسكرنا الدمان تا انترى تبهيلو هو شهادة أن محمد رسول الله نزا شهادة محمد رسول الله إن شاء الله نعاد ماني رب سبحانه وتعالى وقتنا كبار خلنا نعاك انتن كنفتنا مالتيو حدسب أسلامي كبها لايك إلينيو مؤمن كبها لايك إلينيو أب أسلمنا كأتوايك إلينيو إلا بشهادة محمد الرسول الله لا إله إلا الله المسمسكرة بنبينتنا رسول صلى الله عليه وسلم كمسكرة الله مالتيو إتي مؤلف نايتا كتاب الأصول الثلاثة نزي مرتعد خون نزا ناي محمد رسول الله تبل كاب قرآن الكريم دليل أمتئلنا مالتيو تا أب سورة التوبة زلا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم تبل نزي كمرتعو أقربنا مالتي ورسول صلى الله عليه وسلم كاب الله سبحانه وتعالى استلأخو نبي مخانوم أمو دماني نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بتعمي هرفان دليت دك سبات نبقنع من قدين خاتو خمز نبورم كم دماني عبي رحمة عبي لمالت رهرهن كمز نبورم بأموتهم دماني إذا آيازي تقلت لنا مالتي إذا آيازي من أنفسكم تبلدلا يعني من جنسكم مالتي رب سبحانه وتعالى رسول كلهم كله كابانا دك كاب دك سب مريزو ليخلنا مالتيو مخنياتو ملائكان ترى خوينو كالي نقر ترى خوينو مسانا بني جنسنا كابانا سلزي كوني كلهم دون اي نخلنا كالي نقرون ويدماني كتيقبو رسالة خبت صح سلزي كل الله سبحانه وتعالى بتناتو حكمة مالتيو ندك سبات كله كله كابتم مروزات زخونو بلوزات زخونو كاب دك سباتي زلخمو نهلكم دماني من أنفسكم يعني من جنسكم من بني جلدتكم يتكلموا بلسانكم وتعقلون عنه بملحسكم كم تقنقهم كم تتزاربوا وكم دماني تفلتونا تزر زخونة محمد صلى الله عليه وسلم تلائح لكم بل ربنا عز وجل مالتي هذا واضح الدلالة على أن الشهادة محمد رسول الله مالت بنبينة مؤنين رسول صلى الله عليه وسلم لأخ مخانم إذا عبي مرتع خب قرآن لنا مالتي لأن معنى شهادة أن محمد رسول الله أن تعتقد أن محمدا أرسله الله جل وعلا بدين الإسلام مهنياتو شهادة محمد رسول الله كنبلن كلنا ملو زخونة ترتر زي بلو امنت كلو علو نيب حدو دسب مالتيو نبي عليه الصلاة والسلام بدين الإسلام كم تم دحلفو نبيات كم آتهم لأخ مخانم دين الإسلام حزم دموت مخانم كت مسكرن كت أمنينيو زلكا مالتيو أبزي حنتي عباي زخونة فائدة أن رخبة كل جزي شهادة إنا نبل اعتقاد أين بلنا مالتي هذه الحكمة انتهت حكمانات وانتنائلنا والله أعلم يبلع علماء من أنه يقال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ولا يقال اعتقاد نمتى إذا اختيرت لفظ الشهادة نمتى تمرس كاب اعتقاد مبال انتلا تبهيلو من باب التوكيد والجزم ندربكو الزخونة ترتر زي بولو امنت سلز كحدر سلزلو وتسب بزي انتاي تبهيلا مالتيو شهادان بالمالتيو مالت كأنك تشاهدوه تشهد كتبل كلها سني مسكارا إخا مالتيو زي مسكر زماني زي رأيين دي سمعني مالتيو امو ات امنت نايبا حاك تصنعون تريرين دي تراتن سلزي بولو دماني انتاي نقبر مالتيو نشهدو أن لا إله إلا الله وأنا
محمد رسول الله مالتي. ثم هنا مسألة أخرى كالي دماني، وهي أنه في الحديث جعلت الشهادتان ركنا واحدة، تلا إله إلا الله محمد رسول الله حنتي ركن يا خبتن أركان الإسلام بدحري إقام الصلاة إتاء الزكاة نبل. إذا شهادة أن لا إله إلا الله مستام محمد رسول الله نمنتا عندني كلتا شهادان كلها بوحدانيا نيربن برسالان رسولون إننا مسكرنا كلنا كلتا كنسن، لكن كم حنت خوينينا بحنت ركن تحويسا زلوا انتاي تحكماناتو انتا دعيلنا علماء انتاي بلو بزو حكماتات كلها خل حدك بتحكماناتو أن هاتين الشهادتين أساس صحة الأعمال وقبولها. زين كلتا شهادة زيئة بحنسب تقارينا دمت أزلوا مغنياتو زخون يكون عمل دخون يكون سرحنا برب سبحانه وتعالى كقرار بني الكاتسرحو بزي زين كلتا زيئة تقبل نتيبل لا يقبل العمل ولا يكون صحيحا إلا بأمرين كلتا نقرات كمال ألو حاد عبادان برب سبحانه وتعالى قبل نخون مالتيو قدامي الإخلاص، يعني الإخلاص لله سبحانه وتعالى سرح تسرحه لله الكخ سرح له نرب سبحانه وتعالى الكخ سرح لك انبارين تايت اللي مالتيو لا إله إلا الله، يعني نبحثنا الله سبحانه وتعالى خاخت قزاء ذلك نعوخ بإخلاص كت قزاء ذلك إذن زيادة لا إله إلا الله مالتي حادة كتمالو دلوا إخلاص كله اللو حادة سرح تقبالنا نخركب كالاي كابت شرط حادة سرح تقبالنا نخلو دماني متابعة خلو اللو أي متابعة النبي صلى الله عليه وسلم بيت من قدنا رسول صلى الله عليه وسلم بو يخاخت قرار بذلك نب رب سبحانه وتعالى بيت نفسها قحزب لك زي كوني بيت تشريع دلو بيت رسول صلى الله عليه وسلم أمتي أموز لو من قدي بو عبادة كتقبر سلزلك انبعاري بزي زن كلتا شرطي تقبالنا سلزي بلو انبعار كلتا نزيين شهادتين كم حنتي ركن كوينن اب أركان الإسلام إتك أسام عالتيو. إذن فإذا وجد الإخلاص تحققت شهادة أن لا إله إلا الله، إخلاص انت دعال لقوينو تلا إله إلا الله ترقاقيت أم عالتيو. وإذا وجدت المتابعة متابعة دماني تقتالي دماني خوين كان يرسل دماني ترقى تسرح اللقاء دماني تحققت شهادة أن محمدا رسول الله مالتيو. إذن فإذا كانت الشهادتان هما أساس الأعمال صح أن يكون ركنا واحدا بخمزي أن بأري كلتا كنسنا بحانتي ركن تقوات إيران دلوا مالتيو. كال أي دماني أن الرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله، رسول صلى الله عليه وسلم نيرب سبحانه وتعالى تزازات شريعا نسم يمزم حلالفو مالتهم، فالشهادة له بالرسالة والعبودية نرسول عليه الصلاة والسلام لوخ نيربي باريا نيربي الكامل مسكر من تمام شهادة أن لا إله إلا الله نتا لا إله إلا الله نعامل أنت تقبر الله مالتي، فكأن الثانية تكملة للأولى إذا خاليت إذا محمد رسول الله مملأتا مكملة نيمنتا مالتي نتا نيلا إله إلا الله مالتي. إذن ومعنى شهادة أن محمد رسول الله كنقول كلنا انتهي التحازئي وانتهي التقال لابوشتو انتر ألنا أولا طاعته فيما أمر نرسول عليه الصلاة والسلام بوأم نبيأم لأخني الله ملكا محبة حديركا كتفوتو من كلخا انبعاري طاعته فيما أمر أي تزازات رسول عليه الصلاة والسلام زمتوا حرائلك تقبلك بتناتهم تقيدك أخذك يدلك مالتي. ولذلك الحديث الذي رواه أبو داود وغيره وهو صحيح قال عليه الصلاة والسلام ألا إنما حرم رسول الله مثل ما حرم الله لهم تي رسول عليه الصلاة والسلام حرام زولو تي رسول صلى الله عليه وسلم زخلكلو نسو لك كم رب سبحانه وتعالى زخل كلي مالتي مهنات النبي عليه الصلاة والسلام بعلو ما يكون ندمتو إلا بوحي سلدزارو سلزخونو انبعاري طاعته فيما أمر أي النبي عليه الصلاة والسلام دا أززو أب حديث صحيح زرخب كاي نعو حرائي الكاكت كتليو زلك مالتي إذا حدي كالاي دماني وتصديقه فيما أخبر أي ما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام من الغيب وحي من عند الله النبي عليه الصلاة والسلام كل زنقورنا كنتات بمولو نصدقه كن أمن إذا لنا مالتيو. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام ما أوتي من أخبار الغيبيات كن دي غيبيات اللو النبي عليه الصلاة والسلام زي قلت لنا مالتيو حادة كابتين نقلتو زيني عذاب القبر مالتيو ويدماني أب قبر مساعتخا حسابكم دلو ملائكة خمزلو زي أمور غيبي ماني نقيرونا النبي عليه الصلاة والسلام ونحن نصدقه لك كم بعيننا زرعنا بل عيننا خلنا حسوان خير لكن عيننا رسول صلى الله عليه وسلم هي حق. ولذلك وحينا رسول حق سلزو خده كل رسول عليه الصلاة والسلام حيزو مدموتو نعود ماني تصديق كتقبر لك مالتيو.
ስለዚ አነቢ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ኩሉ ቀይቢያት ዘነገሩና አስማት ናይ ረቢ ድዩ ሲፋት ናይ ረቢ ድዩ ናይ ጀና ድዩ ናይ ጀሃነም ድዩ አኽባር ልቀይብ ናይ ዝሓለፈ በኒ እስራኤል ከመይ ነይሮም ዳሓለፉ እመም ከመይ ነይሮም ብዙሕ ነገራት እዮም ኣነቢ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ጠቂሶምልናን ገሊፆምልናን ዘለዉ ማለት እዮም። እዘን እዚ ኩሉ እዚ ትሰዲቁሁ ፊማ ኣኽበር ሁወ ኩሉሁ ብዋሒ ምን ኣላሂ ጀለ ዋዕላ ኩሉ ረሱል ስለ ላሁ ለ ወሰለም ድማ ንተዛረብዎ ድማ ብዋሒ እዩ ድማ ማለት እዩ ባዕሎም ደምፅዎ ይኮነ። ስለዚ ትሰዲቁሁ ሓደ ትእዘዞም ካልኣይ ድማ ኩሉ ዝነገሩና ድማ ክትኣምን ኣለካ ማለት እዩ። እዚ እምበኣሪ ፈሙቅተደ ኣነካ ሸሂድተ ኣነሁ ረሱሉላህ ኣንትሰዲቁሁ ፊማ ኣኽበር እምበኣሪ ሙሓመድ ረሱሉላህ ኢልካ ካብ መስክርካ ኩሉ ዝበልዎ ነቢ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ብምሉእ ድማ ክትኣምኖን ክትስድቆን እዩ ዘለካ ማለት እዩ። ከምቲ ኣብ ሓዲስ ኣሶሒሐይን ተገሊጹ ዘሎ ምን ሓዲስ እብኒ መስዑድ ኣነሁ ቃል እብኒ መስዑድ እንታይ ይብሉ ስኒ ሓደተኒ ኣሳድቅ ኣልመስዱቅ ይብሉ ሓንቲ ሓዲስ ኮይም ክነግሩ ዘለዮም ስኒ መን ነጊሩኒ ኢሎም እቲ ሳድቅ ዝኾነ መስዱቅ ዝኾነ ሓቀኛ ዝኾነ ኩሉ ዘረብዎ ሓቂ ዝኾነ ረሱል ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ነጊሮምኒ ኢሉ የመሓላልፍ ማለት እዩ ነቲ ሓዲስ ማለት እዩ። እዘን ፈልሙእሚን ዩሰዲቁ ረሱሉላሂ ብማ ኣኽበር በቲ ረሱል ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ዝነገሩና ንዑ እንታይ ንገብር ማለት እዩ ንሰዲቁሁ ሰዋ ዓቂለ ዛሊከ ኣው ለም ያዕቂልሁ ኣሕያነን ሙምኪን ሓንጎልካ ቅበሎ ይክእልን ወይ ድማ ንቅበሎ ይክእል ይቀበሎ ኣይቀበሎ ኣብ ሓዲስ ሰሒሕ መፂ ዘሎ ተስተስሊም ትሰዲቁሁ ልነቢ ዓለይ ሰላት ወሰላም ምክንያቱ ካብ ኣፎም ድመፅእ ነቢይና ሙሓመድ ዓለይ ሰላት ወሰላም ህወ ስድቅን ወሓቅ ገለገለ ሎ ዓቕልና ክቕበሎ ክእል እዩ ብነዘርናትና ገሊኡ ድማ ከይንርድኦ ንክእልና ፀገም የብሉን ጥራሕ ደኣ ኣብ ሓዲስ ናይ ረሱል ስለ ላሁ ለ ወሰለም ኣብ ሰሒሕ ዝኾነ ድኣ እንበር ይረኸብ ኩሉ እንታይ ኢና ማለት እዩ ዘጠራጥር ነገር የብልናን ማለት እዩ። ወሊዛሊክ ሰሓበት ነቢ ዓለ ሰላት ወሰላም ናይ ብሓቂ ብከምዚ ዓይነት የቂና ብከምዚ ዓይነት ደረጃ እዮም ነይሮም ማለት እዮም። ወሊዛሊክ ሰይድና ኣብ ሁረይራ ረድያላሁ ዓንሁ ወኣርዳህ እንታይ ይብል ነይሩ ኣነቢ ዓለ ሰላት ወሰላም ዮም ልቅያማ ክኣክል ከሎ ዒሳ ክወርድ እዩ ኢሎም ነጊሮምና እዮም እሞ እንተርከብናሉ ፅቡቅ ተዘይርከብ ኩሉ ድማ በሊቁ ዓኒ ሰላም ናተይ ሰላምታ ስኒ ንዒሳ ኣብፅሖለ ኢኹም ይብል ነይሩ ኣብ ሁረይራ ምክንያቱ ምንም ዘጠራጥር ጉዳይ ስለ ዘይብሉ ማለት እዩ። ንሕና ድማ እንታይ ንብል ማለት እዩ ምንም ዘጠራጥር ጉዳይ ኣይኮነን ዒሳ ዓለ ሰላም ከምቲ ረሱል ዓለ ሰላት ወሰላም ዝበልዎ ክመፁ እዮም ማለት እዮም። እዘን ተስዲቁ ላ ዩሳሒብሁ ሸክ እቲ ብረሱል ስለ ላሁ ለ ወሰለም ሸሃዳ ክትገብር ከለኻ ድኾነ ይኹን ንእሽተይን ይኹን ዓብዪ ይኹን ጥርጥር ክህልወካ ይብሉን ማለት እዩ። ኢዛ ካነ ልሙእምን ያዕተቂዱ ኣነሁ ረሱሉላህ ረሱል ልኡኽ ናይ ረቢኦም ኢልካ እንትና ትምስክሩ ኮንካ ብሓቂ ነቲ ናይ ረሱል ስለ ላሁ ለ ወሰለም ክትቅበሎ እዩ ዘለካ ያዕኒ ክትጠራጥር የብልካን ማለት እዩ። ከምኡ ድማ ወሚን ማዕናሃ እጅትናቡ ማ ዓንሁ ነሃ ወዘጀር ካብቲ ረሱል ዓለ ሰላት ወሰላም ዝኸልከልዎ ድማ ካብኡ ድማ ክትክልከል ኣለካ ትጢዕሁ ፊማ ኣምር ኣብቲ ዝነገሩና ረሱል ዓለ ሰላት ወሰላም ሕራ ኢልካ ትእዘዞም ትሰርሕ ከምኡ ድማ ዝነገሩና ኣኽባር ናይ ዝሓለፈ ድዩ ናይ ድመፅ ድዩ ድማ ንዑ ድማ ትሰዲቁ ከምኡ ድማ ካብቲ ዝኸልከልዎ ኣነቢ ዓለ ሰላት ወሰላም ድማ ትኽልከል ማለት እዩ። ምክንያቱ ረብና ዘ ወጀል ኣብ ሱረት ልሓሽር እንታይ ኢሉ ወማ ኣታኩም ረሱሉ ፈኹذህ ወማ ነሃኩም ዓንሁ ፈንተሁ እቲ ረሱል ዓለ ሰላት ወሰላም ሒዞሞ ድመፁ እቲ ረሱል ዓለ ሰላት ወሰላም ዳኣዘዝዎ ንዑ ሕራ ኢልካ ትቕበል ነቲ ረሱል ዓለ ሰላት ወሰላም ዝኸልከልዎ ድማ ካብኡ ድማ ክትክልከል እዩ ዘለካ ማለት እዩ። ወማ ኣታኩም ረሱሉ ምን ልኣዋምር ነቢ ዓለ ሰላት ወሰላም ትእዛዛት ዘምፅዎ ኣው ምን ልኣኽባር ከምኡ ድማ ዝንገር ዝነገሩና ማለት እዩ ፈኽذሁ ሕራ ኢልኩም ተቐበሎ እምትታላ ልልኣምሪ ወተስዲቀን ብልኸበር ምክንያቱ ትእዛዝ ናይ ረሱል ዓለ ሰላት ወሰላም ወይ ድማ ረሱል ዓለ ሰላት ወሰላም ዝብልዎ ሓቂ ስለ ዝኾነ ሕራ ኢልካ ኢኻ ትቅበል ዘለካ ማለት እዩ። ከምኡ ድማ ረሱል ዓለ ሰላት ወሰላም ማነሃሁ ድኸልከልዎ ድማ ፈንተሁ ተኸልከሉ ኢኹም ምክንያቱ እዚ እቲ ጣዓቱ ልላሂ ጀለ ወዓላ ወሊረሱሊህ ንረቢ ስብሓን ወተዓላ ተኣዚዝካን ረሱል ስ ሰለም ምእዙዝ ኢኻ ትበሃል እዚ እንተደኣ ጌርካ ኢኻ ማለት እዩ። ከምኡ ድማ ወአንላ ዩዕበድ ላህ ኢላ ብማ ሸራዕ ንረሱል ዓለ ሰላት ወሰላም ካብቲ ሙቅተድያት ናይ ሸሃደቱ ሙሓመድ ረሱሉላህ ካብቲ ሓደ ግዴታታት
الا يعبد الله الا بما شرع الا بترس رسول عليه الصلاه والسلام تشرعوا وتزي كونوا بخالي غير كان رب سبحانه وتعالى تقارب كتفتن يبلكان كل رسول عليه الصلاه والسلام دمصو بوي خات كيدلك بوي خ عباده تغبر زلك كل رسول ديمصو نغر تدا خوين رسول زي غبر ورسول زي رايو بعلقا سبد فلسفه انت دا خوينو زي تبدع زبحال مالتي كاب منجد رسول زوصا كا مالتي اذا كل غزي بتانا رسول عليه الصلاه والسلام دمصو منجدي باخا كتغو عزلك مالتي فاذا اعتقد المسلم ذلك كملت له شهادته بان محمدا رسول الله وصار مسلما حقا انت دا كم ززبله امنت عليك خوينو برسول عليه الصلاه والسلام دا عززوت ازز خلكلو تخلكل تنغرو تامن كومو دماني النبي عبادات قبر ما بتا منجد ناي رسول انت دا خوينكا تغو عزلك ازي يتي تصديق ناي محمد رسول الله زبحال مالتي اذا شهاده ان محمدا رسول الله كن بالكلنا هو الاقرار باللسان بملحسكات مسكر مالتي والايمان بالقلب لبخاون زي طراطر امن الدماني هلوكا بان محمد ابن عبد الله القرشي الهاشمي رسول الله عز وجل كبرب سلاخو لاخو مخانم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كتامن لك مود ما ملختنا رسول صلى الله عليه وسلم دق سبات طرح زي كونه بل يشمل الانس والجن كل دق سبات اغاننتن زتخال زتلاخو يوم مخناتو تزازات ناي ربي كلاتهم دق سبات اغاننتن زتفطرون رب سبحانه وتعالى نبحتو نخملخ يوم مخناتو ربنا عز وجل ابسوره الذاريات مبل 56 ايان تايلو وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون اذا عبادة خبها لا يكالني إلا عن طريق الوحي بتينا الرسول صلى الله عليه وسلم حيث أمود موتو بو من قد انت رأتو قعيسكا خانسخا نرسول صلى الله عليه وسلم تختال تبال كومود ماني عبادة تكبر لخا تبهال مالتو إذن النبي عليه الصلاة والسلام حيث أمود موتو بخلو تأمن بخلو دماني تختال مالتو ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام هو عبد مأمور تئزاز نيرب سبحانه وتعالى زخبر يوم نحنا دماني رسول عليه الصلاة والسلام عبد الله ورسوله نيربي لأخن بارئن لنا دماني نمسكر الله مالتي كم تربنا عز وجل بسورة الفرقان تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا ناب بارئو ناب محمد عليه الصلاة والسلام زي ممرحتات زي رب سبحانه وتعالى أوريد ودلو نمنتايو مغنياتو ندك سبات مئنتن كاب طفعات ناب قنوع من قد نخموتو متنك تا زخونه اي بالمالك اذا مقتدى هذه الشهاده خبت جديتها تتحنتني شهاده محمد رسول الله كن بكلنا تصديق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما اخبر نتدى دنغرونا كل مالت كن امنن ودماني كن صدقن كومو دماني بتدبل ودما بتمنجد عباده ني رسول صلى الله عليه وسلم بت النبي عليه الصلاه والسلام دمصو بوكن من راحنيو زلنا مالتي كومو دماني النبي عليه الصلاه والسلام هو عبد لا يعبد ورسول لا يكذب النبي عليه الصلاة والسلام باريا نيرب سبحانه وتعالى أين عبدو مننا لؤخ نيرب سبحانه وتعالى أين حسو مننا مالتي إذن لا يملك لنفسه ولا لغيره شيئا من النفع أو الضر إلا ما شاء الله النبي عليه الصلاة والسلام زونن وتقمن قدعاتنا بدك سبات يبلو من إلا رب سبحانه وتعالى زدلية تزيكوين مالتي ولذلك نبينا محمد عليه الصلاة والسلام بسورة الأنعام تيكم لتعزيزهم قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي ناتي سرحن بأري انتايو أنا زنزن قبر يبزب لكم أيكون كون أنا بأري سرح ناتي إلوم النبي عليه الصلاة والسلام إن أتبع إلا ما يوحى إلي تتئزازنا يا رب سبحانه وتعالى دمت أنعو من محلا فيه لهم إذن فهو عبد مأمور يتبع ما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام تئزازاتنا يا ربي تقبلهم بوز مرحيهم ولذلك ربنا عز وجل انتايلهم النبي ربنا عز وجل انتايكم العزيزهم قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا أي يعني أنين عخاتكم زونن لكم قدات تقمن أيكونن نعين تدع تختلكم يخوم دحنا ترخوا بالكا نقرر مخايبل كمون ربنا عز وجل انتايكم العزيزهم قل إني لا يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إذن زي أبصرة الجندل مالتي إذن نبينا محمد عليه الصلاة والسلام
ሰላም በኦም ክትአምንን በኦም ክትከተልን ከሙ ድማን ተሻሃደት መሐመድ ረሱልላህ ምስ አምስታ ላ ኢላሃ ኢላላህ ተቃሪና ተከደሉ ምክንያትን ነዚ ኢና ክንገልጸን ኢሕና ማለት እዩ ወነስአሉላህ ዓዘ ወጀል ብመኒህ ወከረሚሂ አን ይወፍቀና ሊማ ዩሒቡሁ ወይርዳ ወአን ዩሪየና ልሓቀ ሓቀ ወይርዙቀና ትባዓ ወሰለ ላሁ ወሰለማ ዓላ ነቢይና ሙሐመድ።